السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خامس. اليوم إن شاء الله بإذن الله بنكمل مع بعض اللي هي محيط ومساحة أشكال هندسية مركبة. قلنا إيش يعني؟ عبارة عن شكل، ممكن يكون شكلين، ممكن يكون أكثر من شكلين. فأنا حكيت أهم إشي تعرف محيط المستطيل ومساحة المستطيل وأخذنا، ومحيط المربع ومساحة المربع. وفي نفس الوقت حكينا إنه المحيط هو عبارة عن مجموع الأضلاع يعني الخارجية، وقلنا المساحة هي داخل الشكل. اليوم إن شاء الله بكمل معك وحل أسئلة اللي هي الكتاب اللي موجود عندي. في عندي أمس إن شاء الله بإذن الله سؤال رقم 5 بحكي لي. سؤال رقم 5 بحكي لي مس اني انا خليكي معايا هيك مش مبين. سؤال 5 خلينا نخليه واضح شوي. نيجي يا مس على سؤال رقم 5 بقول لي اشترى زيد ارضا واراد احاطتها. كلمه اراد احاطتها بسياج بفهم على طول انه في محيط. طيب لما يقول لي مع طول السياج بقول له كلمة طول السياج هو محيط الشكل اللي عندي. حكيت بس احنا حكينا في الحصة اللي فاتت اني انا محيط بدي اكمل هذا الشكل، محيط بدي اكمل هذا الشكل، نكمل هذا الشكل بالمحيط واعمله بالشكل اللي عندي، اكمله بالشكل هذا، أكمل هذا الشكل. صار عندي مستطيل كامل طوله 83 وعرضه 5. فأنا بقول له محيط المستطيل شو قلنا يا مس على محيط المستطيل؟ محيط المستطيل شو بيساوي يا مس؟ بقول له محيط المستطيل بيساوي، نيجي نحكي محيط المستطيل اللي هو بي بيساوي اللي هي ال زائد دبليو ضرب 2. مش هيك حكينا يا مس؟ نتذكر ولا ما بنتذكره؟ نعم حنتذكره اكيد، يعني لانه احنا مش حننسى الرياضيات ولا حننسى قوانين الرياضيات اللي هي بي تساوي اللي عندي انا مس 83 بجمعها مع 50 وبضربها في 2 زي ما تعلمنا محيط المستطيل. نيجي مس عندي 83 اللي هي طبعا طلعت عندي انا طبعا طلعت لك اياها 133 وحضربها في 2 حتعطيني هون 6 266. طبعا مش حقول متر مربع، ليش؟ لان المحيط بس متر. نيجي مس على اللي هو عندي خلينا نأخذ على السريع المطابخ، شايفينها عندي ما مساحة الرخام في الصورة الموجودة عندي. المساحة زي ما حكيت يا مس إني أنا المساحة بدي إياها كيف؟ إني بدي الأشياء الداخل هاي الشكل، بدي أقسم الشكل هذا زي ما حكيت لك. ممكن في طلاب يقولوا لا بدي أقسم بالشكل هذا، في طلاب يقولوا بدي أقسم، كله يا مس صح. خليني أكون معاك على هذا الشكل، خليك معاك. أول إشي هون 80، هون مقابلة بدها تكون 80، صح ولا لا؟ هذا كل الشكل هذا كله حيكون عندي 30، هذا كل الشكل حيكون 380 وهذا 90، هاي تكون هاي بدها تكون 90. طبعاً هاي طولها وعرضها، هاي موجودة طولها بعرضها 310، هاي طولها 310 وهاي عرضها اللي هو 80. طيب نيجي على هون، هاي كل هاي طولها 380 وعرضها 90. طيب أنا عندي هاي A1 مستطيل وهاي عندي A2، حبدأ على A1. شو بيساوي A1؟ حضره 380 في 90. طبعا حنزل الأصفار يمين العدد وحضره بالتسعة 38 عادي
تعطيني 342. 342 هيها 342 اللي هي بتطلع عندي 34,200. طبعا حتقولي لي سنتيمتر مربع، ليش؟ لانه مساحه. نيجي على A2 يا مس، عندي انا A2 اللي هي الطول كمان ضرب العرض اللي هي 80 في 300 في مش 320. شوف يا مس، انا عندي هون هون يا مس 320، كل هاي 320، اطرحي منها 90، اطرح منها 90، 320 هيها 310، بدي اطرح منها 90 حتعطيني 220، تعطيني 220، هاي هي 220 كلها، 220 حاضربها في 80، حضربها في 80 بتعطيني 0 16، وهون 7 متر مربع. حجمع الآن، حجمع اللي هي عندي 34,200، حجمعها مع 17,600 حتعطيني يا مس هون اللي هي 51,000، حتعطيني 51,800 طبعا سنتيمتر مربع. طيب انا حاعطيك اياه، بس هون شايفين السؤال رقم 7، بس بدي اعطيك الفكره. وانت هاي الاي 1، هاي اي 2، هاي اي 3. تعالي معايا، اول شيء عرضه موجود، طوله يا مس كل هذا، طوله كل هذا، طوله الأربعة زائد الثلاثة زائد الأربعة زائد الاثنين زائد الستة، طوله 17، طوله هون 17، هذا الطول 17، جمعت كل هذول 4 4 3 6، شايفين كلها طول الـ A1، الـ A1 طوله 17 في 6 بتساوي 102، أنا أعطيتك إياها على السريع. خلاص؟ نيجي على الـ A2، طوله 4 عرضه 5، طوله 4 طوله 4 عرضه 25 طبعا متر مربع زي ما بنعرف. طيب تعالي على اخر واحد هون اللي هي A3، طوله 3 وعرضه 2، طوله 3 وعرضه 2، 6 متر مربع. طيب نجمع، بدنا نجمع اللي هو الاول الاي او 1 202 زائد اللي هي الثاني اللي هو طلع 20 زائد الثالث طلع 6 بيعطيني، اعطاني يا نس 128. طيب 106 8 و2 108 فعلا 128 متر مربع كل سهولة، عملت هاي وهاي وكل سهولة. هذا كله يمس كله 4 4 3 6، واضح؟ طلعت عندي 17، هاي موجود الطول في العرض وهذا موجود الطول في العرض اللي هو 4 هون 2، شايفينه؟ وجمعته، ما بده أي شيء ولا بده أي كلام. نيجي يا مس ناخذ، انا بديش اعطيكم كثير يعني شغلات. طيب بدي هذا اهم شيء، اني انا
يرغب ليت في شراء أوراق جدران بده يغطي الشباك طبعا واجهة الشباك أو الجدار الموجود على الشباك ما عدا الشباك نفسه. يعني الشباك بعد ما طلع شوفي لما بده يجي يأخذ تكلفة بدك تطلعي مساحة، مساحة في عندي هذا مساحة موجودة عندي الواجهة تبعته عبارة عن مستطيل اللي هي A1 مستطيل، وعندي الشباك عبارة عن 2×2×2 مربع، الشباك مربع وهون كله هذا مستطيل، معناته أطلع مساحة المستطيل اللي هي 6×3 18 طبعا متر مربع معايا، وبعدين أطلع مساحة المربع اللي هو الشباك اللي هو 2×2 تساوي 4 متر مربع. بديش أنا ما بدي هاي تك، بس بدي هاي اللي بس هاي اللي هو يغطيها، معناته أنا بدي أطرح الشباك. أنا أخذت الكل كامل أخذته، بدي أطرح منه الشباك اللي هو 18 بدي أطرح منها 4 بتعطيني 14 متر مربع. لكن حكالي إنه كل طول ضلع 2 إذا كان 8 المتر أعطاني 8، كما كل متر بدي أخذ 8، كل متر حيأخذ 8 تكلفة. بدي أقول له تكلفة تغطية الجدار بتعطيني 14 بضربها في 8 بتعطيني نص التكلفة اللي هي 112 112 طبعا دينار. هاي هي تكلفة. أنا كله نفس الحكي، مس حتى لو أجيت وخدت هذا الحكي الطول اللي هون بجمعه مع العرض وبضربه في 2 نفس الحكي مس ولا إشي. وبس أهم شيء يا خامس انتبه إنك أنت تطلع الأطوال صح، تشوف الإشي الناقص الإشي الزايد وتشوف مين مقابل الثاني، هذا هو أهم إشي. فأنا يا مس أنا أعطيتك تقريبا، حليت لك كمان شوية أسئلة كمان زيادة، وأنا هيك أنت كمان تتدرب على أسئلة الوحدة وتعملها وتشوف حالك كيف أنت في هاي أسئلة الوحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.